بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة سهيلة العجمي، هكلمكم في لأولى تمريض عام في كتاب مهارات التواصل. كتاب عندنا مش متقسم أبواب، لكن أنا هقسمه أجزاء، 4 أجزاء. هبدأ في الجزء الأول، أتكلم على communication skills in nursing، مهارة التواصل للتمريض. في الانترودكشن هتكلم على الكوميونيكيشن اللي هو التواصل، وعباره عن بيزك. بيزك يعني اساس، مفيش اي حد بيعمل اي علاقه من غير اي ايه، اي كلام، اي علاقه، اي ان انا اوصل لمريض وابتدي اشرح له او اوصف له العلاج من غير الكوميونيكيشن. فالكوميونيكيشن دي از بيزك اليمنت، عنصر اساسي اوف هيومن انتراكشن، في تفاعل الناس مع بعضها. ذات الاو بيسمح بيبل تو، بيسمح للناس استبلش، يثبت علاقه من تاني، يحافظ عليها، امبروف، يحسنها، كونتاكت ويز اذرز مع الاخرين. effective interpersonal communication skills، effective يعني هادف، لو في علاقه هادفه بالنسبه ومهاره هادفه بالنسبه للتواصل بين مين؟ بين الهيلث كير بروفايدر اللي بيدي الخدمه اللي هو التمريض، او الهيلث تيم الفريق الصحي، اند كلاينت، يا اما ايه البيشن، وبين الهيلث تيم وبين البيشن. ار وان اوف ذا موست سيجنيفيكانس، ودي من ضمن الحاجات الملحوظه، فاكتورز فور امبروفنج، بتحسن علاقه البيشن، بيحصل له ايه بقى؟ ساتسفاكشن، اشباع، كومبلانس اند اوفر اول هيلث اوت كم، ان هو يتماثل الشفاء. ديفينيشن اوف كوميونيكيشن، هنا الكتاب بقى واحنا شغالين هنلاقي تعريف الكوميونيكيشنز كتير جدا. فبيبدا لي السطرين الاولانيين بكوميونيكيشن يعني ايه ومنشاها ايه، وبيقول لي ان هي عباره عن كومن او علاقه. لكن انا هبدا من الديفينيشن من اول، كوميونيكيشن از ذا بروسيس، عباره عن خطوات by which people، الناس، بيحصل exchange، تبادل، idea، افكار، facts، حقائق، feeling، شعور، or impression in ways that each gain a common understanding، او بنفهم بعض، of meaning, intent and use of the A message، ان احنا بنوصل رسالة او بنفهم بعض. فدي فايدة الكوميونيكيشن، اذا كان في السوشيال في المجتمع، اذا كان في البيشن، او في اي مكان ان انا هبتدي لازم استخدم التواصل اللي هي الكوميونيكيشن. هرجع اقول تاني الكوميونيكيشن ان جنرال، في العموم كوميونيكيشن ريفيرز تو، تشير الى، ريبيكول، اكسشينج اوف انفورميشن، تبادل معلومات، انا لسه قايلها، idea، افكار، facts، حقائق، opinion، افكار، beliefs، معتقدات، feeling، شعور، attitude، سلوك، او عندي through. وده من خلال ايه؟ حاجتين، يا اما verbal اللي هو بالكلام، يا اما non-verbal means between people اللي هو مش بالكلام، بالحركات. وهنشرح بالتفصيل verbal ايه انواعها والnon-verbal ايه انواعها. حلوة الصورة دي، بتكلمني، بتوريني قد ايه ان الانسان لما بيقعد يسمع بيبقى مساحة كبيرة قوي ان بالعلاقة الناجحة. فانا عندي اللون الاخضر ده بيبين لي اللاسننج اللي هو بياخد حوالي 45% من المحادثة نفسها، سبيكينج عطشاله نسبة، والرايتنج نسبة، والريدنج نسبة، بس اكترهم طبعا ايه؟ اللاسننج. فبيقول لي it includes listen، لاسننج ان انا اسمع حد، and understand with respect، ده بيحسسني وانا بسمعك بالاحترام ان انا بحترم الشخص اللي قدامي، as well as expressing view and idea، ده كده بيبتدي اخليه يعبر عن اللي جواه ويقول الافكار، and passing information، وبينقل لي المعلومات to other in clean and manner، بطريقة واضحة وشفافة وصريحة. Why communication is important، ليه التواصل ده مهم؟ بيعمل ايه؟ وانا لما بتكلم معاكم بعمل ايه؟ او بستفاد ايه؟ effective communication، effective الهادفة، مش اي كلام، انا عايزة العلاقة او التواصل الهادف، is the basis اساس of mutual understanding، ان انا افهم الاخرين، and trust، وبيبني ثقة، gets your point across، بنوصل لنقطة معينة، inform and educate، هديكم معلومة زي ما انا بشرح لكم دلوقتي، and educate، ومعلمكم، help in rapport building، بيبني علاقة،
help in cooperation in treatment بيساعد ان انا اوصف علاج او ابتدي ادي علاج للمريض واشرح له او اقول له التأهيل والعلاج ده بيتاخد قد ايه، كل ده من خلال الكوميونيكيشن. stimulates new idea بقول فكرة جديدة او اراء جديدة. on the other hand بطريقة تانية poor communication لو بقى الكوميونيكيشن التواصل ده العكس سيء causes بيبتدي يسبب lot of misunderstanding سوء فهم. hinders work بيصعب الشغل and productivity والإنتاج ودي حاجة مش كويسة. elements ودي حاجة مهمة elements of communication. ايه الاليمنت ايه العناصر بتاعت الكوميونيكيشن؟ عندنا اتنين اساسيين اللي هو بالازرق السندر والريسيفر اللي بيقول الرسالة واللي بينقل واللي بيوصل له الرسالة. ونمثل زي انا وانتو دلوقتي، انا دلوقتي سندر وكل الاودينس اللي قاعدين قدامي ريسيفر بيستقبلوا الرساله. بيستقبلوا مين بقى؟ الاورنج اللي هي المسج اللي هي الرساله عبر ايه؟ انا دلوقتي بشرح. طب وانا بشرح بستخدم ايه؟ بستخدم كذا حاجه، بستخدم حاسه الكلام، بستخدم التوتش، بستخدم كذا الحواس بتاعتي اسمها تشانل. التشانل اللي هي قنوات. عندي الريسيفر اللي هو بيستقبل الرساله الاودينس اللي هم الطلبه اللي قدامي بيبقى ليها الرساله دي افكت تاثير عليهم، واللي هو الشخص السندر اللي بيبعت الرساله بيعرف حاجه اسمها فيدباك يشوفهم فهموا ولا ما فهموش. عشان كده الناس كتير تزعل من الامتحانات يقول لك انت بتمتحنينا ليه؟ احنا بنمتحن عشان نشوف الفيدباك تاثير اللي انا شرحته في الاخر فهمتوه ولا ما فهمتوش. هشرحهم تاني الـ element of communication واخد واحدة واحدة واشرحها بالتفصيل. هو مكتوب جزء كبير في الكتاب بس انا على قد ما اقدر بلخص لكم بحيث ان يبقى سهل جدا ان احنا ايه نبتدي نكتبها ونبتدي نفهمها. هبدأ بيه رقم واحد اللي هي السندر. والسندر ده is a person عبارة عن شخص هو encoded and sends a message اللي بيقول الرسالة زي كده انا بشرح لكم او بقول الرسالة. اتنين اللي هي المسج اللي هي الرسالة نفسها. المسج دي is the content of may contain verbal يا اما بقولها شفوية يا اما non-verbal زي ما بقى اكشر ابتدى حركة جسمي ادي ظهري لحد يبقى انا عندي اما non-verbal language ايه communication. واحنا هنشرحهم بالتفصيل الverbal والnon-verbal وايه المميزات وايه العيوب. يبقى انا الاليمنت الاثنين الاساسيين اتكلمت على السندر، بعد كده اتكلمت على المسج الرساله، اتكلم على رقم أربعة اللي هو ريسيفر. مين الريسيفر ده؟ الريسيفر اللي هو بيستقبل الرساله للطلبه اللي قدامي اللي هم الاودينس. ريسيفر از ان انديفيدوال الاشخاص اور جروب او مجموعه اوف انديفيدوال انتندد تو ريسيف او ديكودد اللي هم بيستقبلوا الرساله. بتجيهم الرسالة دي عبر ايه؟ channel. channel اللي هي رقم ثلاثة اللي هي القنوات. medium through which a message is sent or received between two or more people ممكن تكون بين شخصين ممكن تكون بين ايه؟ اكتر. خمسة اللي هي اللون اللبن اللي احنا شايفينه في الرسمة الفيدباك، بشوف الرسالة وصلت ولا ما وصلتش. الرسالة وصلت ولا ما وصلتش بتبقى حلوة جدا والطلبة قاعدين قدامي اعرف كتير جدا لما يقعدوا يقولوا اه كده احس ان هم ايه حاجه نورت فهموا الكلام اللي انا بقوله. افكت اللي هو تاثير الرساله، طب انا قلت الرساله دلوقتي هل عملوا بيها ولا ما عملوش؟ فانا عندي از اند ريزلت اوف ذا كوميونيكيشن اخر حاجه في الكوميونيكيشن بروسيس ويتش كود بي ايموشنال كوجنيتيف اور فيزيكال يا اما عقلانيه يا اما جسمانيه. وهبتدي اشوف انا شرحت لكم النهارده موضوع كبير مثلا عن الهاندوشينج، جيت بعد كده لما رحت المستشفى وخدت الجروب ونزلت بيه لقيت الطلبه اول حاجه بيعملوها بيروحوا يعملوا الهاندوشينج، يبقى فعلا حصل افكت الرساله وصلت ابتدت تعمل لهم افكت وتاثر. زي ما انا قلت في حاجه اسمها شانل اللي هي القنوات او بنقل الرساله ازاي. كلاسيفيكيشن اوف شانل اوف كوميونيكيشن بنقلها ازاي؟ اما فيجوال بالرؤيه. طب بالرؤية بيبقى من خلال الفيشال اكسبريشن تعبيرات الوش. بودي لانجوج لغة الجسم اللي هي بوستشر وضع الجسم. جيتشر ماشية. بيكتشر صورة. ريتن وورد كلمة مكتوبة. الكترونيك ميل
رسالة على الميل، ماس ميديا، أي وسيلة توضيحية عندي، ممكن يكون سبورة، كتابة. حلو جدا واحنا ماشيين في المستشفى الاقي ايه، ممنوع التدخين، الرسائل القصيرة الحلوة دي اللي انا ممكن اشوفها نون فيربال، هو ما فيش واحد قاعد بيقول لي ما تدخنش، بس هما سايبين لي الرسالة اللي هي النون ايه فيربال. اوديتوري شانل، اوديتوري اللي هو سماعي، سبوكن وورد كلام، ساوند اصوات، صوت تليفون او موبايل كوميونيكيشن، ديليفرينج اوديو كونتنت، بسيب رساله، فويس ميل، راديو، كل دول اوديتوري. تاكتايل تشانل، تاكتايل تشانل هي اللمس، تاتش سنسيشن او ثيرابيوتيك تاتش. ثيرابيوتيك تاتش دي بتبقى حلوه جدا، ان انا حد يكون متضايق حته ان انا بطبطب عليه دي جميله. تاكتايل تشانل دي رساله بتوصل، على فكره انا ممكن يكون حد قاعد متضايق قدامي وانا ما اكلموش خالص، مجرد ان انا ببص في عينيه بحس ان هو متضايق، فانا كده بعت رساله، وحته ان انا بطبطب عليه، فانا دي الطريقه تشانل اللي انا وصلت بيها الرساله. هو انا ممكن استخدم كل واحده فيهم لوحدها، ممكن استخدم الفيجوال لوحده، الاوديتوري لوحده، التكتايل لوحده، لا ممكن اعمل كومبايند. يعني ايه كومبايند؟ اجمع بين التشانل اللي احنا قلنا عليهم اللي هي اوديو فيجوال ميديا، ممكن استعمل كذا وسيله مع بعض. زي ما احنا دلوقتي واحنا بندرس بنستعمل الباوربوينت وانتوا بتسمعوني، فانا بستعمل كذا حاجه، كذا حاسه ببتدي اوصل بيها الرساله. A person with touch and spoken word، يبقى انا بستعمل كذا حاسه مع بعض عشان اوصل ايه الرساله. الرسمه دي حلوه جدا، بتبين لي communication is a series of experience. على فكره حته ان انا اوصل الرساله دي محتاجه خبره، مش اي حد يقدر يوصل المعلومة أو يوصل الرسالة. فأنا عندي hearing زي ما احنا شايفين سماعي، smell شم، seeing شايف، touch حلو جدا وأنا أشوف درجة الحرارة أبتدي أوصل الرسالة إن أنا أطبطب، taste اللي هي إيه التذوق. في النقطة اللي بعدها setting of communication. setting يعني ضوابط، ممكن تبقى ضوابط، ممكن تبقى ways طرق. فأنا عندي ثلاث حاجات أساسية، إيه هم بقى؟ intra personal جوه الشخص نفسه. ايه جوه الشخص نفسه؟ انا قبل ما احضر المحاضره دي المفروض قبل ما بديها في افكار جوايا وفي اوفر ثينكينج، تفكير قبل ما ابتدي اديها، وباخد معلومات وكل ده بيني وبين نفسي قبل ما اوصل الرساله وقبل ما اقعد اقول الرساله. فبيقول لي انترا بيرسونال عباره عن كوميونيكيشن ذات اوكيرز ان اون مايند، جوه تفكيري. It is the basis of feeling، ودي بتديني ايه الشعور او الاحساس، basis and beliefs والمعتقدات بتاعتي. واعطيني example، بيقول لي ايه the person communicate with himself through thinking، بيقول افكار جوه دماغه. ممكن على فكرة انا بص لوش حد كده اعرف هو بيفكر في ايه او جواه ايه، من كتر ما انا عندي خبرة ان انا اشوف الناس دي بتفكر ازاي. فانا ساعات لما اقول لحد حاجة يقول لي ايه وانت دخلتي جوه افكاري عرفتي انا بفكر في ايه، جوه افكار. دي اسمها intrapersonal. interpersonal من شخص لشخص، people face to face. وانا ارجع تاني للعنوان بتاعي اسمه setting، ضوابط، خدت فيه واحدة ناقص واحدة وواحدة كمان، تلاتة. interpersonal people in face to face، يا اما person to person من شخص لشخص، ممكن جروب واحد بس ويبتدي يدي للجروب او يبتدي يدي معلومه للجروب، سمول جروب كوميونيكيشن، وانا الجروب عشان اقول، ويقدر يستفاد من 3 لغايه كام؟ 15 شخص يقعدوا قدامه يبتدوا يستفادوا. يوجوالي شير ا كومن بيربس، بيبقوا مشتركين في نفس الغرض او نفس الايه الهدف. حلو جدا بيعملوا الكلام ده دلوقتي حاجه اسمها جروب ثيرابي، اللي هو جروب علاجي، واحد مجموعه كلها مثلا مدمنه وبيقعدوا مع طبيب نفسي وكل واحد يتكلم عن الشعور بتاعه، فكلهم هدف واحد وحاجه واحده اللي هو العلاج، وفي نفس الوقت كلهم مشتركين في نفس الايه الصفه. public speaking one person واحد بس and audience public setting واحد بس بيتكلم ومجموعه كبيره جدا بتسمعه، زي ما انا بعمل دلوقتي انا بتكلم وفي ناس قاعده قدامي بسمعها وما اعرفهاش. فانا عندي بقى هو شخص واحد زي المذيع في التلفزيون وحواليه ناس كتير جدا من كل المحافظات ما يعرفوش كلهم بابليك، اللي هم البابليك بيسمعوا ايه المعلومه. يا اما لكتشر هول زي ما انا بقف في محاضره كده اشرح ويبقى قدامي الطلبه كلهم، بس بيبقى واحد بس اللي بيوصل ايه المعلومه. التالته بتاعتنا من السيتنج اسمها ماس كوميونيكيشن، ماس كوميونيكيشن لارج ماس بيبل،
ناس كتير جدا قاعده وما يعرفوش بعض. يعني انا ممكن دلوقتي وانا بقول المحاضره دي ناس مثلا ايه في اسوان، ناس في اسكندريه، ناس في القاهره، بس ما يعرفوش بعض. فبيقول لي people don't know each other، ما يعرفوش بعض. usually not in the same place، ومش موجودين في نفس المكان، بس الوسيله واحد، ممكن تكون الراديو او التلفزيون or internet. احنا كلنا بنعرف حاجة في وقت واحد، وكلنا ما نعرفش بعض او معلومة في وقت واحد من النت. الصورة دي جميلة قوي. بتبين بردك الاليمنت اللي هو السورس، اللي هو السندر اللي بيبعت الرسالة، واللي قاعدين الريسيفر اللي بيستقبله الرسالة. شانل جاية من بقه عبر الكلام، مسج اللي هي الرسالة نفسها، فيدباك بترجع تاني. فانا السورس ده بيفكرني بنفسي دلوقتي وانا عمال اتكلم، والناس اللي قاعده قصادي اللي هم الريسيفر، واللي تشانل بقي الكلام اللي بيطلع من بقي دي بيوصل عن طريق ما بيوصل منه مسج، وبعد كده بشوف الفيدباك، اشوف الناس فهمت ولا لا الرساله بتاعتي. عمال اقول من بدري verbal non verbal، يعني ايه لفظي ويعني ايه غير لفظي. types of communication، ايه انواع الكوميونيكيشن؟ هقسمهم. حلوه الرسمه. كوميونيكيشن ميديا فيها فيربال وفيها النون فيربال. امشي في الفيربال بخط مستقيم لتحت، الاقي فيها اورال وريتن. اورال عن طريق الفم، ريتن دي كتابه. طب الاورال فيها حاجتين، سبيكينج بتكلم، يا اما لسننج هسمع. الريتن فيها رايتنج وريدنج، يا اما قرايه يا اما هبتدي ايه اكتب. حلو قوي اورال لسننج. هو على فكره هو انا دلوقتي وانا بتكلم، ما انتوا كلكم مشتركين معايا وبتسمعوني. النون فيربال فيها بقى فيشل اكسبريشن، وده علامه كتير جدا حلوه جدا بالنسبه للمرضى، ان انا بوصل له رساله عن طريق الفيشل اكسبريشن ان حالته كويسه، وممكن من وشي يعرف اذا كانت حالته هو نفسها كويسه ولا لا كتمريض. جيستشر اللي هي ايه وضع الجسم، بودي لانجويج اللي هي لغه الجسم، في ناس كده تديني ظهرها، في ناس حسب ايه القعده بتاعتهم اشوفهم قاعدين قدامي مبسوطين ولا متضايقين ولا مش شايفين ولا ايه بالظبط من البودي لانجوج. تاتش اللمس، بيرسونال ابييرنس الشكل العام، سايلنس بيسمعوني ولا لا. النون فيربال هيبتدي يدهني كذا واي، كذا طريقه، ابدا من فوق، ويز اوف توكينج طريقه الكلام. طريقه الكلام ممكن ابتدي اتكلم وممكن اوقف، ممكن ابتدي اتكلم ورا بعض ورا بعض ولا الناس مش فاهمه حاجه، لا بوز ممكن اوقف امتى واسمع امتى واتكلم امتى. هاند موفمنت حركه الايد، في ناس تضايق جدا على فكره واحنا بنتكلم معاها وعمال احرك في ايدي، اقول لك ايه ما تحركيش ايدك كتير، ففي دي ايه بتبقى بيرسوناليتي طبيعه. ساوند صوت، ضحك لافينج. هيد موفمنت حلوه قوي، حركه ايه نودنج ان انا اهز راسي ان انا معاك وانت بتتكلم، ان انا بسمعك وانا معاك. يعني في ناس وانت بتتكلمي تقولوا ايه، هو انت سامعني، انت شايفني انا بقول ايه ولا مركز معايا، لكن وهو انا بتكلم كل شويه اعمل له ايه نيدنج، ابتدي اهز، مش بهز راسي مش فاهمه، لا اهز راسي وانا فاهمه. كلوزنس، coming to close to someone، ان احنا ايه علاقه كلوز مع بعض، احنا بنسميها دلوقتي ايه اللي هي الانتيم بتاعي، مش عارفه ايه الانتيم بتاعتي، صاحبتي، ان احنا ايه في كلوز اللي هي نون فيربال، فاهمين بعض. appearance الشكل العام، facial expression تعبيرات الوش، throwing اللي هو العبوس ولا عياذ بالله الناس اللي بتقعد تكشر كده، حس ان هما مش مكشرين كده على طول. posture الوضع، بودي كونتاكت شيك هاند ان انا اسلم على حد او ابتدي ايه اهز ايدي، دي من ضمن الحاجات اللي هي النون فيربال. ساعات انا اسلم على حد اطمنه، احس ان ايه الرساله بتوصل له رساله ان انا ببتدي ايه اطمنه. فيشل اكسبريشن تعبيرات الوش، في ناس عندها حاجه اسمها ايه وشها بيبان عليه اللي هي التعبيرات اللي جواها، ناتشرال اللي احنا شايفينها الصوره طبيعي، هابنس سعيد، سربرايز متفاجئ، فير خايف، ديسكويست متغاظ، انجر غضبان، سادنس حزين، وباين على الوشوش اللي هي في الصوره وقاعده قدام. اي كونتاكت اللي هي ايه لغه العين، وافضلهم واحسنهم اللي هي موجوده بالنسبه لنا اللي هي هفتح عليها دي، توكينج تو اور سيلف، العين اللي بتتكلم، العين اللي بتتكلم دي ممكن تبتدي توصل ايه رساله.
eye contact. التاتش، التاتش اللي هو اللمس is a powerful mean، ليه معنى كبير جدا of communication for elderly and children. حلو جدا وليه معنى كبيرة قوي عند الناس الكبار في السن وعند الأطفال. هنا دي position and gesture. position اللي هو الوضع، الوضع ده زي ما احنا شايفينه كده أكبره شوية. أول واحد، واحد قاعد قدام واحد بيدافع عن نفسه defense. arrogance اللي هو ايه، متغطرس. عندي open اللي هو قاعد يسمعني. عندي irritated الآن، happy سعيد، confused مشوش، worry غضبان. عندي اللي هي بتبتدي تحرك ايديها على راسها، دي معناها ان هي عندها ايه thinking، بتبتدي ايه تفكر. طب البوستشر اند جيتشر، البوستشر بقى put the hand on the head، تحط ايده على راسه، ده يبقى ايه confusion اللي هو حصلت حاجة وما لحقهاش. rubbing the forehead، بتحرك ايديها على قريتها، ده معناها ان هي deep thinking، بتفكر كتير او بتبتدي تجمع افكار. open relaxed fist، قاعدة مرتاحة كده وانا بسمع زي ما انتوا بتسمعوني دلوقتي وقاعدين مرتاحين. trust ثقة confidence. nodes shades of the head، بيهز راسه كده convey معناها agreement موافق، يا اما العكس هيبتدي يهز راسه يمين وشمال يبقى disagree ان هو مش موافق. movement في الحركات اللي هي بتاعت الايد اللي احنا شايفينها دي اهي نكبرها، بتختلف من دولة لدولة، في ناس معناها كويس ومعناها مش كويس. هنا عندنا مثلا في مصر معناها ان انا ايه هتوعد لك، في ناس معناها ان هي ايه مفيش فلوس، كل واحد حسب ايه الكالتشر بتاعته. عشان كده لما اجي اتكلم على الكوميونيكيشن اقول كالتشر، في ناس حسب اللي هي الثقافات اللي هي موجودة. ارجع تاني على ديستنس، المسافة، لما اقعد جنب حد، لما اقعد جنب حد هتبتدي لو العلاقة بيرسونال شخصية بتبقى المسافة من 45 سنتي لغاية متر، سوشيال اجتماعية من متر لغاية 3 متر، بابليك لا ده احنا قاعدين بقى في مكان كبير او كده يبقى من 3 لغاية 4.5. بارا لانجوج، فيما وراء الكلام، نون فيربال اسبيكت اوف سبيتش، اقول الكلام وابقى على فكره الاطفال ما بتفهمش فيما وراء الكلام، يعني انا لو قلت له حاجه بتبقى واضحه حاجه صريحه، لكن الادلت هم اللي بيفهموا الكلام ده. بيتش، بيش فويس، فوليوم طريقه نفسها، هاينس او لورنس اوف فويس اللي فيما وراء الكلام، لما علي صوتي كده وانا بتكلم حتى لو انا بقول ايه مثلا في الصلاه الله اكبر، معناها يعني هي طبعا حرام بس معناها ان انا ايه ببتدي انبهك لحاجه او عايزه اقول لك حاجه. فاللي بيفهم فيما وراء الكلام ده دي لانجويج بردك لغه. عندنا سبيد، سبيد اوف سبيتش، السرعه في الكلام، رابيد او كونفيوزد بتخليني مرتاحة او تخليني مش مبسوطة او مشوشة، في ناس كده وهي بتتكلم احس ان انا مش مركزة، مش عمالة تجيب من قدام وتجيب من ورا وتتكلم بسرعة بسرعة ابقى مش فاهمة الموضوع هم عايزين ايه. سايلنس، وحلو جدا اللي هو الهدوء، ابتدي اسمع. طب سايلنس دي it can be used to express a wide range of feeling، بتبتدي اعبر عن اللي جوايا. using silence for، امتى بستعمل السايلنس الهدوء؟ organize thought في التفكير، prepare for the next بجهز لحاجة بعد كده، encourage the client او patient to communicate بشجع اللي قدامي ان هو يبتدي يتكلم. عندي allowing client time to revise what has been said، عايز يقول ايه، allow client time to collect thought، اسيبه يجمع افكاره واديله فرصة ان هو يبتدي يعبر ويتكلم. حلو جدا الكلام ده كان بيبقى في امتحانات الشفوي، ان انا بحس من اللي قدامي ان هو بيطمني ان انا هجمع افكاري. في ناس على فكره تخش امتحان الشفوي وتطلع تقول ايه انا كنت عارفه الحاجه كلها وما عرفتش اجاوب من اللي قدامي، فانا بوصل لك رساله وانا قاعده اني بطمنك، لا هتقدري تجاوبي هتقدري تقولي، طبعا غير اللي هو ايه ما بيعرفش يحل اصلا ومش مذاكر اصلا. allow client time to consider alternative look interested uncomfort silence. uncomfort silence ممكن يديني should be broken، ممكن يبتدي يعمل لي بقى ايه مشاكل او يبتدي ايه. عندنا function of non-verbal communication. non-verbal communication ايه وظيفتها؟ non-verbal المشية، الحركة، تعبيرات الوش، كل دول ايه وظيفتهم؟
complement the verbal message. complement اللي هي بتكمل الرسالة. may replace the verbal message. ممكن تبتدي توصل رسالة بحركة العين أفضل من الكلام. it may contradicate the verbal message. برضك هتوصل الرسالة. improve non-verbal communication. لازم أحسن ال non-verbal communication. observe non-verbal communication of others. ممكن أشوفها على الآخرين وأشوفهم فاهمين ولا مش فاهمين, معايا ولا مش معايا. effective communication. مين أفضل تواصل أو أفضل طريقة للتواصل؟ effective communication. إزاي أعرف إن الرسالة وصلت و effective فعلاً؟ effective communication is the communication which produce, بتدي introducer desired result, تديله أفضل نتائج. على فكرة أنا ممكن كلمتين وتفهموا الموضوع وخلاص, مش لازم أقعد فترة طويلة أحكي في الموضوع. effective communication, لا ده أنا عايزاها هادفة. help to connect well with other, بتخليني تبقى علاقتي حلوة بالآخرين. and understand a person or situation is a better way, بتخليني أفهم الموقف. في ناس عندها على فكرة موهبة الكلام. it enable use to solve the difference, بتبتدي تحل الخلافات. build trust, بتبني ثقة. respect in the organization, بتدي ثقة واحترام. sometimes our message, أحيانا الرسالة بتبقى misunderstand, يعني إيه سوء فهم. we misunderstand the received message, ساعات الرسالة نفسها بتوصل غلط, فأنا بتوصل لي بطريقة غلط مش طريقة مفهومة. زي إيه؟ زي إن أنا دلوقتي وأنا موجودة في المستشفى واحد جاء لي إيه, تمريض مثلا, دخلت راحت قالت لي إيه بلهفة كده, حتى أصلك الضغط وتروح واخده بعدها ومشي. ممكن أنا خايف أفتكر إن أنا عندي حصلت لي حاجة أو جات لي نتائج حاجة غلط, فعشان كده جاية هي بتسألني بالطريقة دي. فأنا الطريقة نفسها, وممكن يكون مفيش أي حاجة أصل الموضوع, ولا عندي مشكلة ولا عندي حاجة, بس هي بتسأل خدت الإيه إست الفيتال ساينس ولا, بس الطريقة نفسها ممكن تعملي ميس أندرستاند. communication help us to resolve this problem. الكوميونيكيشن دي بتساعد نحل الإيه المشاكل. it help us in decision making. انا بقعد اشرح للمريض وقت طويل جدا واخد وقت كبير جدا عقبال ما اقنعه بالعلاج الكيماوي. بقنعه بالعلاج الكيماوي والاثار الجانبيه بتاعته وبقول له عليها, بس في نفس الوقت انا عايزاه هو اللي ياخد القرار ياخد علاجه ولا ما ياخدش, لان في ايديه ممكن يقول لي لا انا مش هاخد. هقول له لا براحتك ممكن ما تاخدش, بس ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لك لو انت ما خدتش ايه العلاج. آخر موضوع معنا النهاردة, 7 عناصر أساسية في نجاح الاتصال. 7 of communication. completeness, concise, consideration, concreteness, clarity, clarity, correctness. وحلوين جدا وسهلين جدا, وهاخد كل واحدة فيها تحتها سطرين أتكلم فيها. هم نفس الايه السيفنس, هبتدي بقى واحدة واحدة أتكلم فيها وأنا ملخصها لكم جزء كده حلو من الكتاب. completeness يعني عايزاها كاملة من اسمها. the information conveyed is the message, يعني الباوربوينت اللي انا عاملاها دي وبشرح فيها النهاردة مش الكتاب كله, بس فيها كل العناصر اللي موجودة في الكتاب. message should be complete, لازم تكون كاملة. to do effective communication عشان تبقى ايه هادفة. concise مختصرة, انا ممكن امسك 3-4 سطور اكتبهم وممكن اختصرهم في سطرين بس مفيدين, يبقى concise communication مختصره. provide short, بتبقى قصيره. and essential message is limited words, ما يبقاش فيها كلام كتير, مش on و in و ذا و ومش عارفه ايه و يو اند وكده, لا انا دايما بكتب ايه المفيد. يبقى انا كده خدت 2 من effective communication, completeness و concise. هاخد 2 كمان, consideration ان انا بحط في اعتباري the needs and requirement, احتياج الشخص اللي قدامي هو محتاج ايه. يعني انا فاهمة جدا ان الناس اللي هي دايما بتبتدي تاخد المحاضرة كل اللي هي عايزاه تلخيص عشان تخش تكتبهم في الامتحان, بس انا ما بديش الكوميونيكيشن كده, انا بدي الكوميونيكيشن عشان نتعامل بيها. requirement of the audience, احتياج الاودينس اللي هم الناس اللي بياخدوا قدامي وتوصل لهم الرساله اللي هم الريسيفر. to achieve effective communication عشان تبقى رساله هادفه بالنسبه للناس اللي هي موجوده قدامي.
كلاريتي واضحه، ما ينفعش تبقى مبهمه، كانوا مش عارفه ايه وايه وايه، لا انا عايزه رساله واضحه. هيلب تو اندرستاند ذا مسج ايزلي، سهل ان هي توصل بسرعه. كلاريتي كام ويز ذا يوز اوف اكزاكت ابروبريت اند كونكريت وورد. كونكريت وورد صحيحه، يعني ما يبقاش فيها حاجه غلط، لازم تبقى ايه صحيحه. يبقى انا خدت 4 افكتيف كوميونيكيشن. 5 كونكريتنس. ايه كونكريتنس دي؟ شو جود ليفل اوف كونفيدنس، بتديني احساس بالثقه. يعني ايه؟ على فكره في مثلا ايه حد معين لو ساب لي رساله وقال ان الامتحان بكره، خلاص انا مش هبص وراه، هقول فعلا الامتحان بكره. فبتديني حاجه اسمها ايه كونفيدنس، ان الشخص اللي بتجي اللي بيقول لي الرساله او بيقول لي الموضوع ده موثوق فعلا فيه. فانا عندي اند انفورميشن كانت بي مس انتربتد، يعني ما فيهاش اي حاجه مش متفسره، لا ده رساله ايه متفسره واضحه كونكريت. كورتزي اللي هي مينز بينج بوليت او كايند او اسينكس، ان انا بحمس الشخص اللي قدامي. يعني هو بيتكلم ما حبتهوش، على فكره انا ممكن الشخص اللي يقعد قدامي ده تبقى معلوماته صغننه وعلى قده، بس انا تشجيعي ليه اخليه يبقى عنده حاجه اسمها سيلف كونفيدنس، اللي هو احساس بالذات او ثقه. ريفلكت ذا ناتشر اند كاركتر اوف ذا سندر، ودي بتبقى حلوه جدا من السندر اللي هو باعت الرساله، ان هو فاينالي جيف ريسبكت، بيدي احترام للشخص اللي قدامه لما انا ابتدي احمسه حتى لو حاجه صغيره عملها، بس انا دايما ابتدي ايه اشجعه. then expect the same، ودوا نفس الايه الطريقه. عندنا اخر حاجه correctness، صح. accurateness of facts، بتقول حقيقه. used in the message and free from grammatical error، ما فيهاش اخطاء املائيه، ودي بتبقى غلسه جدا الرسائل اللي هي فيها اخطاء ايه املائيه. ورقه الاجابه، كراسه الاجابه في الامتحان لازم ما تبقاش فيها اخطاء املائيه. implies that the correct information in is message increase the confidence level of the sender، دي بتدي ثقة لما انا اكون كاتبك. على فكرة الخط نفسه، خط الكتابة، لو انا حد سايب لي رسالة بعرف الشخص ده واثق من نفسه هو بيكتب ولا مهزوز. عندنا correct information has greater impact on the audience، ودي بتبقى ايه correct، معلومات صح بالنسبة للأودينس اللي هتوصلهم ايه الرسالة. انا خلصت الموضوع بتاع النهاردة. دايما احنا بنحب صورة تشجيعية كده في الكوميونيكيشن، هقول ان انا كن صادقا، كن نزيها، امن برسالتك، صدق نفسك، لا تزيف مشاعرك، لا تقنع افكارك، تقمع افكارك، لا تخشى الفشل، كن نفسك. وفي نفس الوقت احنا المفروض كتمريض نبقى ايه اونست. ده الجزء بتاع النهارده اللي اتكلمنا فيه على المهارات التواصل، وفضل لنا كده 3 ايه اجزاء.